احنا موضوع البيئة، لا طبعا يعني من كثر ما نشوف اخبار مستقبل النداء الاخير يعني حتى ان شاء الله حتى لا يكون انطلاء الاخير، كان عندنا نحن هيك خطوه كمان عم نشوف النشاط اللي اخذتوه حضرتكم ضمن مركز غدي، وطبعا هون جامعين هلا الاولاد كلهم نفس الاعمار تقريبا. من هو مركز غدي من عمر 4 سنين ل 13 سنه، هون بيروحوا مجموعتين بينقسموا مجموعتين، اول مجموعه بياخذوا بيروحوا جوله تعريفيه على التربيه بايديه، والثانيين بيكونوا عم يدرسوا وهكذا بيرجعوا لانه الجروب بيتحمل 25 ولد. فاذا هالبرنامج بتعملوه سنويا؟ برنامج طبعا مثل ما قلت لك اخترنا البيئه نوعا ما ليكون لنا هيك يعني ولو جزء بسيط لزرع مثلا اشجار نسبه لهال كمية الأشجار اللي عم نختارها بالحرائق بنبات لبنان. شو نوع الأشجار اللي زرعتوها؟ يعني عدد الأشجار هون بصراحة نحن يعني لما اتصلنا بجمعية أهل لبنان هون بوجه شكر كثير كبير لإلها، قلنا بدنا شجر صديق للبيئة بزت أكسجين أكثر، وهي شجرة الدودونيا. شجرة الدودونيا بتزت أكسجين ونوعا ما عارضة للصوت، مشان المدرسة الخضراء، المدرسة الخضراء بقلب الحروش هي عبارة عن بتقدم تربية بيئية لطلاب المدارس وبتستقبل حوالي 4000 ولد بالسنة. نعم. وبشوف شو صار فيها، وطبعا